كيف كانوا يعذروا واحد الثاني في تمام نجد يسمح كل واحد كيف كانوا يعذروا واحد الثاني هذاك تفعل ملوج وهذاك تفعل لحوح لحوح لا شيبه لا شيبه موت ولا عرس ولا اختاء ولا لا حاجه في زي موجب عكر موجب معانا اختان غدوه جو عندنا ما هي قد لك سارت طحن تنخل وصفتكم تعجن كلنا يفعلن غداء بيت الاختاء عجي كل القرية والحوح ويوم الثاني الصبح يفعلن الزوم والهريش والسمن الهريش بنجر الهريش وسمن كن بر جشش تروح ماذا جشوش؟ ما هو هذا الجشوش؟ زحيتة تحونة كن قس كن ايوه لا اخي اخي داك برغل نخل تروحي تغسلي حالي وفعلي كذا الملح وفعلي فوق النار لما قدو حالي ما قدو سابر قدو ما عاد يشتيش بالسول ما عاد يشتيش يغلى وزيد تفعلي فوق كذا الطحين بالمحوش كاخا لكدته ايوه وبعد كذا ما يشتحط سمي بصات حمامي للسمن بماشه ترصه فعلي بصلحات وبصلحات السنيات فعلي زو بزم تسمي سمنه واغسلي وكلي وما تشتاش غدا طول اليوم ولا تدري نمت جوع او جابة زي مزين احلى اخر انا عبين اسوي لنفسي علمتني امي الكل لما زارت حين ما عاد بش لقمة ما عادش اول تميد يش كامح تميد يش زي رسيتي لشو لا بعيا نعسى عصيت نعسى ما بدي